معروف بالنسبة لنا دلوقتي ان الدراما هي الموسم بتاعها بيكون في رمضان مش السينما، لكن الموضوع زمان كان مختلف شوية، وكان الموسم الذهبي للسينما في رمضان. اللي عايز يحقق اعلى ايرادات كان يحجز الفيلم الجديد للعرض في رمضان. خلينا نشوف ازاي الكلام ده من خلال التقرير. شهر رمضان أصبح منذ سنوات طويلة موسم الإنتاج الدرامي والتلفزيوني الذي تتراجع فيه السينما ويعزف معظم المشاهدين عن دور العرض السينمائي، وتؤجل عروض الأفلام إلى ما بعد الشهر الكريم. ولكن في رمضان في الماضي كان الوضع مختلفاً، حيث كان شهر رمضان يمثل الموسم الذهبي للسينما، وفيه تم عرض عدد من أشهر الأفلام السينمائية. المنتجة الكبيرة عزيزة أمير كانت تتفائل بعرض أفلامها في شهر رمضان، وذلك لأن فيلمها طاقية الإخفة عرض خلال شهر رمضان عام 1944، والذي قامت ببطولته تحيا كاريوكا ومحمد الكحلاوي وبشارة وكيم، وحقق إيرادات لم يحققها أي فيلم آخر في ذلك الوقت. وهذا الفيلم يختلف عن فيلم سر طاقية الإخفة للفنان عبد المنعم إبراهيم، كما أن فيلم يوم سعيد للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب حقق نجاحاً كبيراً عندما عرض في شهر رمضان عام 1940، وغير في خطة السينمات التي لم تكن قبله تعرض 4 حفلات في اليوم، ولكن مع نجاح الفيلم تقرر إضافة حفلة في 3:15 ظهراً، ومع استمرار الإقبال والنجاح تقرر إضافة حفلة أخرى تبدأ في 11:00 صباحاً، وامتلأت دور العرض بالصائمين، وزاد عدد الحفلات في السينما إلى 4 حفلات في اليوم. وفطن الفنان الكبير أنور وجدي للنجاح الذي تحققه الأفلام التي تعرض في شهر رمضان، فكان يتعاقد مع دور السينما قبل رمضان بعدة أشهر لعرض أفلامه خلال الشهر الكريم، وحقق فيلم تعالى سلم للموسيقار فريد الأطرش إيرادات كبيرة بعد أن شملت فترة عرضه شهر رمضان والعيد، وبلغت إيراداته 16,000 جنيه، وهو مبلغ ضخم في ذلك التوقيت. ولأول مرة عرف جمهور السينما تجارة السوق السوداء للتذاكر مع عرض فيلم فاطمة لكوكب الشرق أم كلثوم في رمضان عام 1948، ومن شدة الزحام اشترى بعض التجار عدداً من تذاكر السينما لبيعها بأسعار مرتفعة للمقبلين على مشاهدة الفيلم بأضعاف ثمنها.